هات المتهم. كرام السيدي، قرب له. مرحبا سيد تحسين. مرحبا. بتعرفوا للأخ؟ نعم، رفيقي سيد تحسين. بتعرف المتهم؟ غوار الطوش يا سيدي، كان رفيقي قبل ما يرتكب هالفعل الشنيع. عم يدعي بأنك كنت معه بالحديقة بين الساعة 12 والوحدة بتاريخ 19/8/1976. سيدي مو صحيح هذا الادعاء أبدا. مو كان عيد الصداقة ومتوعدين تلتقوا بهاليوم من كل سنة؟ صحيح سيدي، بس أنا كما أسدت لكم في جلسة سابقة كنت مرتبط بموعد مع أبو العز مشان نشوف الفيلا. يعني ما شفت غوار بهذاك اليوم؟ أبدا أبدا سيدي. سمعت؟ بجوز نسيان يا سيد تحسين. مو كنا سوا بالجنينة وخبرتني أنه أبو عنتر ماله جاي على عيد الصداقة؟ شنو بالحبس؟ تذكر منيح سيد تحسين، حتى بالعلامة أخذنا صورة سوا للذكرى. معك الصورة؟ لا سيدي، الصورة مو معي لأنه لسه ما طلعت الفيلم، بعده بالكاميرا. وين الكاميرا؟ بالمحرس. شو تعليقك على هالكلام؟ سيدي مو صحيح هالكلام أبدا. سيدي بيجوز بيقصد العيد اللي قبله. ليش يا تحسين؟ شو مصلحتك تذبحني؟ سيدي أنا بتعمر مني شي تاني؟ لا تفضل. طيب السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. غوار تعال لهون. نحن قبلنا بالشاهد، أنت قبلت فيه؟ لا إله إلا الله. بدك تسرق المصاغ، أنت كسرت الخزانة، نورة حاولت تمنعك، امتفعت على الدرج وصار اللي صار، صح؟ محمد رسول الله. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.